سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطى الرجل أهله فهو له صدقة. رواه أحمد ورواته ثقات، وأخرجه الطبراني بقصة. مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط، مرط يعني ثوب، فاستغلاه، فمر به عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. قال عمرو بن أمية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر ما قاله النبي، فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. يعني يتضح من هذا الحديث أن العمل الذي تبتغي منه تمتين العلاقة بينك وبين أهلك من أجل أن يكون البيت متماسكاً فهو لك صدقة. وذكرت البارحة أيضاً أنه يمكن أن ينحرف الإنسان حتى في إكرام أهله، يكرمها كي تزهو على غيرها، كي تتباهى، كي تستعلي. إذا في بالإنفاق إنفاق تبذيري وفي مباهاة واستعلاء، هذا من عمل الشيطان. أما إنسان أراد أن يقدم إلى زوجته شيئاً يدخل على قلبها السرور بنية أن يكون هذا البيت متماسكاً وأن يعود هذا على الأولاد بالخير، هذا من نوع الصدقة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحياناً في أحاديث أو في آيات، فرضاً إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم، بيجي بينقل الكلام لزوجته. في أشخاص ما عندهم حكمة في نقل ما يقال في المسجد للبيت، بينشأ نفور. وفي حديث ما له أصل بيقول لك: شاوروهن وخالفوهن. يعني في كثير أحاديث النبي وضح وحكى الحقيقة، بس الأنسب تنقي الأحاديث يلي بتعمق المودة بينك وبين زوجتك. الحديث هذا أن النبي قال: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، هذا بيعمق المودة. أما في أحاديث أنه خلقنا من ضلع أعوج ما فيه أعلى، بنقل السلبيات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان مفروض ينقل الإيجابيات لزوجته حتى تميل إلى ذهابه إلى المسجد. أما إذا ذهب للمسجد ونقل السلبيات، بتنقم على المسجد وبتنقم على المتكلم. فالأولى أن تكون أنت همزة وصل مو همزة فصل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، تستجدي يعني، فلم أجد عندي شيئا غير تمرة واحدة أعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أي بيت في بنات، البنات ثمن الجنة. يعني إذا الإنسان أحسن إلى البنات ورباهن وأدبهن حتى يزوجهن أو يتوفى عنهن، فأنا
كفيله في الجنة. قالوا واحدة؟ قال واحدة. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وفي رواية للترمذي: فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وفي رواية لمسلم: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة. هنا أريد أن أقف قليلا. سألني البارحة أخ: إنه معقول جنة عرضها السماوات والأرض يكون ثمن أطعام تمرة أو سقيا كلب؟ كيف نوفق بين عدالة الله عز وجل وبين عمل صغير جدا كان سببا لدخول الجنة أو كان ثمنا لدخول الجنة؟ الحقيقة الإجابة أنه العمل الخالص الصادق له عند الله حجم كبير جدا. فهذه الذي سقت الكلب لا أحد يراها، ولا تبتغي من هذا العمل لا مدحا ولا ثناء ولا أي شيء آخر، ابتغت وجه الله. الكلام معناه أضخم عمل إذا دخله الرياء صار صغيرا، وأصغر عمل إذا لابسه الإخلاص صار كبيرا. أصغر عمل يبدو لك، أطعمت امرأتك لقمة بنية أن تدخل على قلبها السرور، هذه اللقمة تراها يوم القيامة كجبل أحد. أطعمت هذه المرأة ابنتيها هذه التمرة الثالثة، شقتها نصفين، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت لها الجنة. فالعمل الصغير مهما بدا لك صغيرا إذا لبسه الإخلاص أصبح كبيرا، والعمل الكبير مهما بدا لك كبيرا. إنسان ألف تفسير قرآن، يعني اشتغل فيه 40 سنة، هو بأعلى درجة من العلم، بس هدفه أن يكون مع كبار العلماء والمؤلفين ويحصل ثروة منه طائلة، ويقولوا الناس أنه هذا المفسر العظيم وهذا يشار له بالبنان. تفسير كتاب الله بأكمله خلال 40 سنة إذا كان داخل الرياء صار صغيرا، وإطعام تمرة واحدة إذا لبسها الإخلاص أصبحت كبيرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: هذه الأعمال الصغيرة مفتاح التشغيل. الإنسان في الأساس بالتعبير الأجنبي ديناميكي، يعني حركي، فإذا كان مشي بطريق الخير كل خطوة تقوده إلى خطوة أكبر. بدأ بضبط لسانه، اتطور إلى غض بصره، اتطور إلى ذكر الله، اتطور إلى أنفاق المال، اتطور إلى الدعوة. لذلك جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. قال: مع الإيمان عمل؟ بكفي إيمان فقط؟ قال: أي أن يعطي مما أعطاه الله. قال له: فإن كان لا يجد ما يعطي شو يساوي؟ قال: فليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع. قال: فليعني الأخرق، يكون له عمل صالح، عمل عضلي، يعني ما في يحكي، عمل عضلي. قال: فإن كان لا يقدر، لا بيقدر يعمل عمل صالح، لا في ينفق ولا في يدعو ولا في يعاون إنسان، قال له: ليمسك أذاه عن الناس. وقام جاء السؤال المحرج: أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ إذا واحد ما أذى حدا،
دخل الجنة؟ إذا قال له نعم مشكلة، التغى العمل الصالح كله. إذا قال له لا، هو الذي قال له ليمسك أذاه عن الناس. هنا الجواب الدقيق. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. العمل الصالح بجر إلى عمل أكبر، والأكبر إلى أكبر، إلى أن تصل إلى أعلى درجة. فلذلك إذا قلنا أنه أطعمت كلب، سقت كلب فغفر الله لها، سقي الكلب بالتعبير اليومي مفتاح التشغيل، يعني من هنا بدأ، انطلق من هنا. أيام الإنسان يعني يقوم بعمل بسيط، هالعمل يقوده إلى كل الخيرات. يعني أنا من يومين ثلاثة يعني صار في حديث إنه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا كلام حكمة هذه. أما في أحاديث إذا كان إنسان فات للمسجد، دخل المسجد وبنيته أن يلتقي بإنسان ونزلت رحمة الله عز وجل شملت هذا، هذا مو جاهز بعد درس، لم يأتي ليصلي، واعد شخص بالمسجد فصار في رحمة بالمسجد، هذه الرحمة تشمل كل الحاضرين حتى ولو كان لم يأتي إلى هذا المكان ليصلي ولا ليتلقى العلم. إنه أنت متى تعرفت إلى هذا المسجد؟ قال لي: والله أنا لي قصة، أنا لي مع إنسان من إخوانك مال، مبلغ من المال، فلم أجده في البيت، فقالوا لي تجده في المسجد يوم الجمعة. قال لي: والله أتيت إلى هذا المسجد يوم الجمعة المغرب من أجل أن ألتقي به فأطالبه بالمال، وليس لي قصد آخر إلا هذا. قال لي: أن بلغوني المغرب ما لقيته، قعدت سمعت الدرس، وهي السنة الثامنة ما تركت الدرس ولا جمعة. كمان سبحان الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هو جاء ليطالب إنسان بمبلغ من المال، هي نيته، بس ما دام دخل المسجد وهذا بيت من بيوت الله وصار في رحمة، هذه شملت كل الحاضرين. فأحياناً هذا الدرس مفتاح التشغيل، هذا الدرس المنطلق، من هنا انطلق. مو معنى أنه إذا كان سقط كلب دخلت الجنة مقابل سقيا الكلب، ولا معنى أنه هالمرأة هي لأنه أطعمت ابنها التمرة، هي مو معقول إطعام تمرة ثمن الجنة، بس يبدو أنه هالعمل بإخلاصه الشديد صار عند الله كبير. وشيء آخر، كان هذا العمل منطلق وسبب لعمل أكبر، والذي يشرحه كلام النبي الكريم: ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. الإنسان حركة، شوف لما بينحرف من نظرة إلى كلمة إلى مس إلى زنا، حتى بالانحراف في تفاقم، تتفاقم الأمور. إذا كان الساهل بوحدة ثاني يوم بيفعل أكبر، وهكذا. وإذا كان مشي بطريق الإيمان، مشي أول خطوة ثاني يوم بتقوده إلى خطوة أكبر، وهذا شيء ملموس، وأنا عندي له ألف دليل. بتلاقي أخ بدأ بحضور درس، صار بده يتصدق، صار بده يكون داعية، بده يتكلم بالحق، بتلاقي انتقل من خير إلى خير، من خير إلى خير. فأنت اجهد أن تبدأ في طريق الإيمان، طريق الإيمان نفسه بيقودك لحتى في الدنيا، بيفتح له محل صغير ببيع مثلاً حلويات، في عليه إقبال بيعمل فرع ثاني، فرع ثالث، فرع رابع، بعدين طموحه ببلد آخر. كثير في أشخاص نجحوا بعملهم التجاري أو الصناعي، فبينتقل من مكان إلى مكان. فدائماً إنسان أموره بتتطور من وضع إلى وضع. فإذا إنسان مشي طريق الإيمان بيرقى. فهذه المرأة، يعني أنا أعجب أنه بنت بالبيت،
ممكن أن تكون هذا البنت سبب دخول الجنة لأبوها وأمها، بس الفتيات المتفلتات هي بالعكس، حينما تستحق دخول النار تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي وأمي قبلي، هن فلتوها. أكثر الفتيات ما في انضباط ولا في التزام ولا في حجاب ولا في صلاة، وينك؟ والله كنت بالجامعة، وينك؟ عند رفيقتي، رايحين رحلة على طرطوس بكرة، وين الرحلة؟ أب متساهل، لك أنا بحب أعطي لبنتي حرية، بس هي بنت تحتاج إلى ولي وإلى إنسان يشرف عليها. يعني في قصص لما الأب بينتهي إلى سمعه أنه بنته سقطت في الزنا ماذا يحدث له؟ يعني يعتقد خبر صاعق، الخبر هذا سببه أهماله، أهمال تربية البنت. وكثير في حالات، يعني في حالات انحراف خطيرة جدا، يعني إذا الأب بدرجة من الغباء أنه لا يدري هي مشكلة، وإذا كان بلغ ذلك مشكلة أكبر. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالبنت بتحير، من جهة بتكون سبب للجنة، من جهة بتكون سبب للنار. فهي إلى البنت خصوصية، فكل بيت في بنت إذا في إشراف في عناية في اهتمام الله عز وجل يعني بكافئ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، انتبه له النقطة، أخت عانس عند أخوها، هل تصدق أن هذه الأخت سبب دخول الجنة؟ طبعا في أسر الأخت العانس مهانة عندهم. والله حكى لي شخص، قاعد شخص عم يشوف تلفزيون، قاعد مضجع على كنبي، وزوجته شابة أمامه، وأخته يعني قد أكبر من زوجته بعشرين سنة، هيك حرك رجله وأشار لأخته أنه هاتي كاسة مي بكتفة، وأخته عمرها قد زوجته بعشرين سنة أكبر من زوجته، يعني عم تتلقى إهانات لا يعلمها إلا الله. باليوم التالي راح لحلب، الرجل التي هيك دفع بها أخته أمام زوجته ليهينها قطعت من أعلى الفخذ بحادث. كثير في بيوت الأخت مهانة، الكنة بتتسلط عليها، بتشغلها خادمة، بتهينها، بتلاقي خايفة منها. شوف الحديث هون، اللي عنده ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، اللي عنده أخت كمان سبب دخول الجنة. أخت ما لا أقرب إنسان لإنسان أخ لأخته، فإذا عنده أخت ما يسمح لزوجته تسيطر عليها. الأخت إلى مكانة، إلى حدود. نعم، أنا هي نقطة دقيقة جدا، من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. يعني ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. الإنسان أيام بجوع ما بيتأثر، يعرى بس ما ينهان. أنت احرص ألا تكون سبباً في إهانة إنسان. في اللي عنده أخت، والله في قصة تانية سمعتها تألمت إلى ألم شديد، أب عنده بنات وعنده أولاد، بس عنده بنت من زوجة سابقة، بتجي البنت للبيت، يعني العمل الصعب لهالبنت هي، وإذا أخطأت يقام عليها النكير. فهالبنت عندها عقدة نفسية مريضة، بدها طبيب نفسي، بتخاف من خالتها. سبحان الله، إنه الأم، أي أم لو ما في دين بتلاقي تتساهل مع بناتها، تتعاون معهم، إذا أخطأوا مو عارفاني صغيرة إلا. أما بنت زوجها إذا أخطأت تقام الدنيا ولا تقعد.
لذلك الإنسان ما له أجر بأولاده، إنه هي رحمة الله وضعها فيه. أما وين أجره؟ بالرحمة العامة، إنه رحمته بأولاده رحمة الله وضعها بالإنسان من دون جهد منه، من دون كسب. فبتلاقي الأم المستقيمة تحب أولادها، والمنحرفة تحب أولادها، والفاسقة تحب أولادها، والملحدة تحب أولادها. أما أية رحمة نرقى بها؟ هي الرحمة العامة، أن تحب الأم بنت زوجها، قول بقى، أن تحب الأم ابن زوجها. أنت لما بتحب أنت إنسان آخر ما في علاقة سلبية معه، هذا يرقى بك. فأنا يعني بحب يكون بالبيت ما في إنسان مهان، بس في أخت، في بنت من زوجة سابقة، بنت زوجتك أو ابن زوجها، هي دائما في مشكلات قسوة ما بعد قسوة، ما في رحمة أبدا، لا العظم لا الذبح. بتلاقي بينشأ الطفل معقد، بينشأ خايف وبينحرف بعده، وبسمع قصص كثيرة جدا. لما بيكون في قسوة بالغة لجأ للطريق، لجأ للأصدقاء، سهر، إجا الساعة 2 بالليل انتهى. فكل إنسان بده يكون في عنده بيته بنت زوجته أو ابن زوجته، أو بالعكس، أو عند الزوجة ابن زوجة. فهذا يجب أن يعامل كما تعامل الأولاد الصلبيين. في عنا أخ كريم ربته خالته مرت أبوه، بيقسم بالله إذا ذكر اسمها بيبكي محبة إلها. مو قاعدة أن يكون الخالي دائما عدوة، لا، مو قاعدة، إذا ذكر اسمها بيبكي قد ما أحسنت لأولاد زوجها. فالأصل الإيمان، إذا في إيمان في رحمة، في رحمة عامة، من دون إيمان في رحمة خاصة، وهي رحمة خاصة غير كسبية فطرية، لذلك الأجر عليها قليل جدا، ما عمل شيء، الله أودع فيك هالطاقة. من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. في رواية فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن، هذه رواية ثانية. آخر حديث، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، يعني بنتين، حتى بلغتا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. بنتين، من عال جاريتين حتى بلغتا جاء يوم القيامة أنا وهو. وفي عند العوام، وأنا والله أؤمن بذلك، البنت مرزوقة. الإنسان بيكون متزوج تجي بنت، الله عز وجل يفتح له باب رزق جديد لم يكن في الحسبان، إنه هي الله هو الرزاق. فإذا الإنسان رغب يكون أب كامل، أب صالح، الله عز وجل يؤتيه من الرزق ما يكفي. فالإنسان يكون مع الله دائما، ويتصل بالله، ويجعل من تربية بناته بالذات سبب لدخول الجنة. والله فيك البنت مرباية، يعني قلامة زفرة تسوى 1,000,000 امرأة، 1,000,000. وفيك المرأة فاسدة تفسد أمي، يعني العبرة بالتربية، والشيء المربى غالي جدا. وأنا بعد أنه تربية الأولاد أكبر جزء من الدين، يعني أكبر شيء بدينك تربية أولادك، لأنه يعني أنت عم تستمر. الإنسان لما بيربي أولاده بيستمر. لو مات، أنا أتذكر مرة كنت حضران تعزية، أحد علماء دمشق الأجلاء توفي، والتعزية بالأموي، وألقيت كلمات كثيرة، ثم قام ابنه فألقى خطبة، يعني شيء لا يصدق، خطاب من أعلى مستوى. وكان وزير الأوقاف جالس وقتها في التعزية، فقام ألقى كلمة، قال: أنا تكريما للعالم الجليل المتوفى عينت ابنه مكانه خطيبا في مسجده. معناه الأب ما مات،
يعني هالعمل استمر. كثير في علماء أولادهم علماء كانوا، وفي علماء أولادهم ما كانوا علماء. فالعبرة أن الإنسان يربي أبناءه تربية يكونوا استمرار له، وهذا صدقة جارية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحمد لله رب العالمين.